نستضيف أكثر. تنضم إلينا من رام الله دكتور تمارا حداد الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة تمارا. سأبدأ من تصريحات هذا اللقاء لنتنياهو على القناة الإسرائيلية. هذه التصريحات هل كشفت على نواياه الحقيقية الآن؟ بداية صباح الخير لكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. طبعا كشفت نواياه، وهو أظهر أيضا سياقات ورسم ملامح اليوم التالي بالنسبة لنتنياهو. الملمح الأول، ما زال حتى هذه اللحظة مصمم على إزالة السلاح أو التهديد العسكري الذي يشير إلى واقع أن هناك سلاح في أرض قطاع غزة. ما زال حتى هذه اللحظة أن نتنياهو مصمم. والملمح الآخر على ما يبدو، وهو النقطة التي يجب التركيز عليها، وهو إعادة الإدارة المدنية. ولكن إعادة الإدارة المدنية في عملية أن يكون هناك حكما عسكريا، ولو كان هذا الحكم العسكري لفترة مؤقتة. بمعنى أن بعد اليوم التالي بالنسبة لنتنياهو، وكأن هذا اليوم التالي هو غير موجود. اليوم التالي رسمه في سياقات أن يكون هناك حكما عسكريا لاستمرار إزالة السلاح، وإن كان هناك وقف لعملية الأعمال العدائية القتالية في منطقة رفح، هذا لا يعني وقف الحرب، هذا لا يعني أن يكون هناك وقف انتهاء هذه الحرب بشكل كلي وبشكل شامل أو مستدام حسب ما تم الإشارة إليه. ونهيك أن النقطة الأخرى فيما يتعلق هذه الكلمة تحلل في سياق أن الحكم العسكري سوف يتم، أو بقاء الجيش الإسرائيلي على أرض قطاع غزة هو الراسخ لفترة محددة، كون أن الواقع نتنياهو أشار أن لن يتم سحب السلاح إلا بمساعدة الجيش الإسرائيلي. هذا إشارة أنه إعادة الاحتلال بشكل مباشر وغير مباشر لأرض قطاع غزة، هذه نقطة. والنقطة الأخرى إعادة الإدارة المدنية، ولكن وأشار في نقطة أهم، أن لا سلطة وطنية فلسطينية ولا حركة حماس بهيكليتها صحيح. الحالية. هو هنا الحديث يعني عن أن تكون سلطة مدنية بفلسطينيين محليين هناك، لكن جل هذا دكتور تمارا برأيك بالمخطط الواقعي؟ طبعا لا، إذا تحدثنا بكل واقعية، كل هذه التضحيات الجسام التي قام بعملية وضعها تحت إطار سياق من أجل التحرر الفلسطيني، هل هي واقعية؟ طبعا هي غير واقعية. إذا تحدثنا بكل واقعية، يعني الشعب الفلسطيني بعد 76 عاما 77 عاما، هل يعقل نعيد سياق روابط المدن أو روابط القرى التي كانت خلال فترة الثمانينات، وإعادة الاحتلال العسكري والحكم العسكري، ثم أن يكون هناك نوعا ما من إدارة مدنية يقوم فقط المواطن الفلسطيني أن يعيش بطريقة، يعني كما أشار إليها سموتريتش، وهي نظرية الحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بأن يعيش المواطن الفلسطيني بشكل مسالم دون أن يتحرك، دون أن ينهض، دون أن يقاوم، دون أن يكون له أي تواجد له علاقة بالبعد السياسي المستقبلي أو بعد حتى على مستوى اقتصادي أو إداري، فقط أن يعيش مسالما، وأن يختار بالخيارات أيضا الثلاثة الأخرى أو الخيارين الآخرين، وهو فيما يتعلق التهجير إذا لم يقبل أن يعيش مسالما، أو أن يقتل أو يغتال على أرض قطاع الضفة الغربية وأرض قطاع غزة. بمعنى أن سموتريتش الذي له علاقة بالضفة الغربية، ونتنياهو الذي يعتبر أيضا مخطط ومنفذ، وأيضا هو يعتبر في سياقات أنه هو الذي رسم هذا السيناريو، يعني الذي يرسم السيناريو في نهاية المطاف هو نتنياهو، يعني هو صاحب الصلاحيات، وهو صاعق التفجير، سواء كان صاعق التفجير بعملية تشكيل أو عملية ترسيخ هذه الحروب، أو أن يبطئها فيما يتعلق أن يحقق مكاسب سياسية تتعلق أن لا تشكيل دولة فلسطينية. بمعنى أن الخطاب الذي ألقاه في أول مرة عام 1996 هي التي تعتبر صياغة بعده المستقبلي وبعده الاستراتيجي فيما يتعلق التعامل مع الفلسطينيين، واضح، وهو أن لا يتم تشكيل دولة فلسطينية ولا أن تكون هناك عودة للاجئين، وإنما إعادة البعد الإداري كما يتمثل بروابط المدن وإعادة الحكم الذاتي إلى، وكأن هناك بلديات، بمعنى أن السلطة الفلسطينية يتم تهميشها تقويضها، وكأنها بلدية كبرى تقوم في سياقات فقط يعني ترسيخ الشوارع أو بنائها أو بنية تحتية. على ذكر الضفة الغربية دكتور تمارا، سأنوه بهذا العاجل على شاشتنا وفق مراسلنا من هناك، جيش الاحتلال يقتحم مجددا مرة جديدة مخيم الفارعة بجنوبي طوباس، ويدفع بتعزيزات عسكرية
كبيرة بالمخيم. إذا وفق مراسلنا، جيش الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة مرة جديدة ومرة أخرى، ومخيم الفارعة المتواجد جنوبية طوباس كما يدفع أيضا بتعزيزات عسكرية. هذا الوضع، هذا التصعيد وهذا الوضع يعني بمختلف مناطق الضفة، يعني باتت مشاهد يومية هذه الاقتحامات واعتقالات وهدم للبيوت أيضا. إلى أين دكتور تمارا؟ سوف تستمر، للأسف أنها سوف تستمر. لماذا؟ قبل العامين الماضيين استخدمت إسرائيل لغة يعني ازدياد القبضة الأمنية الثقيلة على الضفة الغربية. أصل الصراع بالفعل هو ليس قطاع غزة، قطاع غزة تم استثمار وضعية عملية طوفان الأقصى من أجل ترسيخ مخطط معين، لكن الضفة الغربية كانت هي أصل الصراع. عندما جاء هذه الحكومة اليمينية الائتلافية التي تؤمن في سياق معتقدات دينية أن الضفة الغربية يجب ضمها بشكل تدريجي، خطوة ضمن خطوة، خطوة تلو خطوة، هذا ما يفكر به اليمين المتطرف، بمعنى عملية الضم التدريجي بالتحديد فيما يتعلق المناطق المصنفة سي دون الإعلان عن ذلك رسمياً، كما أشار إليه بخطة سموتريتش الذي أشار بكل صراحة دون خوف دون تردد وتحدي المنظومة القانونية والقضائية والإقليمية والدولية. هذا إشارة أن ما يحدث الآن على أرض الضفة الغربية من اعتقال المقاومين هو الهدف الأساسي، اجتثاث المقاومة الفلسطينية حتى لا يتم نهوض الضفة الغربية لنوعا ما من الانتفاضة أو التحرك. هو يحاول أن يقوم بضربات استباقية بهذه المقاومة في الضفة الغربية تحديدا المخيمات وعزلها. هنا ما صدر عن سموتريتش اليوم عن مكتبه بالحديث عن أنه لا يعمل بالسر، هو يعمل جهرا وبوضوح، وكل يعني أهداف ما يقوم به بالضفة الغربية وتصعيد وانتهاكات هناك ما هو إلا لمنع إقامة دولة فلسطينية من جهة، ولمنع السيطرة، ما سماه بمنع السيطرة العربية على المنطقة. عقلية كهذه كيف تفهم دكتور تمارا؟ يعني بتصريحات واضحة هكذا للعلن منتهكة أيضا القوانين الدولية. عذرا. صحيح بالفعل، بالعكس سؤال مهم جدا. هي تفهم في سياق أنه لا أمل مع هذه الحكومة اليمينية الائتلافية عندما تتحول المجتمع الإسرائيلي من علماني إلى أصولي وأصولي محافظ متطرف، فإنه لا أمل مع هذه الحكومة بالتحديد فيما يتعلق خيار المفاوضات. عندما يتم الإشارة إلى خيار التسوية أو خيار المفاوضات، هذا إشارة أن الواقع الفلسطيني الآن بالفعل في حالة خطرة جدا. يعني هو الواقع الفلسطيني الآن تحت إطار حكم ذاتي أو سلطة فلسطينية هي مهددة في أي لحظة ما بالانهيار، حتى على مستوى وثيقة الأمن القومي الإسرائيلي، حتى على مستوى الحكم كحكما عسكريا، بالإضافة إلى تواجد سموتريتش الذي يعتبر في سياقات من أكثر المتطرفين مستوطنين في الضفة الغربية، وهو يعيش في الضفة الغربية ده من مستوطنة. فبالتالي عندما يسلم أو يحول صلاحيات الجيش إلى إدارة مدنية ضمن موظفين يضعهم سموتريتش، وهذه الصلاحيات ترفع إلى الوزارة الدفاع تحت إطار، تحت مبدأ أن سموتريتش هو الذي يسيطر على هذه الإدارة المدنية أو الموظفين المدنيين، ويتم الإشارة أن عملية ترسيخ هذه الموظفين هي عبارة من المستوطنين المتطرفين. فبالتالي يفهم هذا الأمر أن لا يوجد هناك أي أمل مستقبلي في تحقيق أي بعد تفاوضي بأن تشكل هذه الدولة، أو أن يكون على الأقل نوعاً ما من إيجاد بعد السلام على أرض الواقع في الضفة الغربية وحتى على مستوى قطاع غزة. هي عبارة عن إعادة الاحتلال العسكري ولكن بشكل أكثر يمينيا متطرفا، والذي سوف يستلمه وهو كأن هناك جيش آخر في الضفة الغربية، هي عبارة عن جيش سموتريتش وبن غفير. وهذا يعني ترجم عبر خطوة خطيرة نوعا ما بمصادقة جنرال عسكري على تحويل مجموعة من الصلاحيات بالضفة إلى مدير مدني تابع ومقرب من سموتريتش. صحيح بالفعل، وهذا ما قصدته، أنه هو المسؤول عن الضفة الغربية، وهو فيما يتعلق أنه يشكل نوعا ما من بعض المهام التي تترجم على أرض الواقع ميدانيا وعسكريا،
وأيضا بالإضافة إلى مهام أخرى، وهو إعطاء الميزانيات من أجل ترسيخ الاستيطان بشكل موسع، بالإضافة إلى شرعنة وقوننة. الهدف الأساسي من هذه رفع الصلاحيات أو تحويلها من الجيش كحكما عسكريا إلى إدارة مدنية، الهدف الأساسي قوننة وشرعنة البؤر الاستيطانية التي هي الآن هي مفتتة أو مشتتة أو مشرذمة. الآن يريدون مدها إلى المستوطنات التي تعتبر الذات أوسع وطأة في سياق المستوطنات التي تمد إلى دولة إسرائيل. وعلى ما يبدو أن الفكرة الأساسية لسموتريتش وبن غفير، هذين الرجلين ذو العلاقة بالبعد الديني، على ما يبدو يشكلان في الضفة الغربية هيئة جديدة لها علاقة بترسيخ، وكأن هناك دولة داخل دولة، بمعنى هناك دولة داخل دولة العربية.